حدثنا يا شيخ الله يحفظك ويطول عمرك على طاعته عن الشيخ في جنباز شيء حصل لكم لقاء مباشر أو بواسطة. والله كيف يتكلم مثلي عن الشيخ جنباز في الرياض؟ ما أدري، هذا السؤال كأن فيه ما فيه، ولكن أحدثكم بقصة سندي فيها عالي لعل بعضكم ما سمح، بل أجزم أن بعضكم ما سمح. ما أعلم الغيب، لكن لأن سندها فيها كويتي وأنتم كويتيين. حدثنا شيخنا فلاح بن إسماعيل مندكار، يقول كان طالب في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا، يقول جاءني 4 أخوة من الصومال يبكون بكاء مريرا. الصومالي لا، يبكون بكاء مريرا. يا إخوان، قال في 6 من إخواننا السلفيين غدا بعد صلاة الفجر سينفذ فيهم زياد نبيه بري، ما زياد بري، حكم الإعدام. فلان وفلان وفلان من إخوان 6، وأربعة منهم مبعوثون من قبل الإفتاء، الشيخ باز مفرغهم رواتب ويدعون في الصومال، سلفيون يعرفون الشيخ باز، 6 تنفيذ حكم الإعدام فيهم غدا بعد صلاة الفجر، ويبكون على إخوانهم. تصور أنت أخوة 6 يعرفونك شخصيا وتعرفون من إخوانك غدا سيقتلون. الساعة كم؟ 11:30 ليلا. ماذا نفعل؟ هم في المدينة وذاك في الصومال، والشيخ فلاح ما هو إلا طالب في الجامعة الإسلامية، ماذا نفعل؟ خلينا نذهب إلى الشيخ أبو بكر الجزائري نشوف. يقول ذهبنا، طرقنا الباب، قال الشيخ نايم. يقول فلاح إسماعيل الكويتي ضروري. يقول طلع الشيخ نايم، قلت رحب فينا ودخلنا. خير يا شيخ، اسمع ما يقول الأخوة. الأخوة يبكون كذا، زياد بري ينفذ الإعدام، 6 من إخواننا سلفيين. قام الشيخ بكر يبكي معهم، ماذا نفعل؟ قال ليس لنا بعد الله عز وجل إلا والدنا الشيخ بن باز، نتصل فيه. يقول هذا الآن الساعة جاوزت 12:00. يقول اتصلنا على الرياض، يقول رد علينا الهاتف سكرتير الشيخ آنذاك الشيخ إبراهيم الحصي رحمة الله عليه، وهذا توفى الله قبل الشيخ بن باز. صح. قال أبو بكر جابر الجزائري من المدينة ضروري كلمنا الشيخ بن باز. قال الشيخ نايم كذا، قال ضروري أمر ما يتحمل. قال خلاص خليك على الهاتف. قول بعد فترة قليلة ولا الشيخ رحمة الله عليه، نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا شيخ كذا، يقول فاتح الصوت الخارجي سبيكر، يقول احنا نسمع. الشيخ فلاح يقول نسمع، الصوماليين 4 والشيخ أبو بكر يقول أنا سادس. يا شيخ كذا وكذا، يقول الشيخ بن باز أخذ يبكي معه. قال فلان فلان شيخ تعرفهم أنت، باع اسم هناك بنفسك، إنا لله راجعون. قال انتظروا على الهاتف حتى نرى ما يصنع الله عز وجل، انتظروا انتظروا، لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله. يقول جلسنا حتى 2:30 من الليل عند الهاتف، والأخوة في قمة الحزن على أخوانهم الذين سيقتلون غدا بعد صلاة الفجر. يقول وإلا بالهاتف، نعم، ولا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. قال جاء الفرج، جاء الفرج، أبشروا جاء الفرج. قال الشيخ ايش اللي حصل؟ قال هذا الشيخ ابراهيم يعلمكم اللي صار. يقول اخذ الشيخ ابراهيم الهاتف، قال بعد ما نزلت السماعه الشيخ اتصل على الامير عبد الله اللي هو الملك عبد الله حاليا، قالوا نايم. قال قولوا لعبد العزيز بن باز. قال الشيخ نايم الامير. قال والله اذا ما رد علي اتي الان بنفسي للقصر، امر ما يتحمل التاخير. قال يا شيخ وين تجي القصر للساعه هذه؟ خلاص انتظر على الهاتف. يقول صحوا الأمير من النوم، يقول رد عليه، السلام عليكم، خير سماشر شيخ. قال زياد بري بيقتل 6 من إخواننا بعد صلاة الفجر غدا، منهم 4 أنا بعث. يقول قال الأمير عبد الله الملك عبد الله، قال يخسي بري؟ قال والله يخسي شيخ، أنت ارسلهم بري يقتلهم. قال والله يخسي، انتظر بس. يقول انتظرنا ويتصل في بري ويرد يتصل، قال خلاص يا شيخ كلمته غدا بعد الفجر عفو شامل لجميع المساجين. الشيخ مبارك ما يعلم إلا الله عز وجل ماذا فعل هذا الرجل. نكتفي بهذا وأعطيك واحد. والله ما انتهيت. الشيخ عبد الصمد الكاتب، عرف يا شيخ. شيخ من أصل هندي، هو الآن سعودي طبعا، من زمان سعودي في المدينة. الدكتور عاصم القريوتي هنا عندكم بالرياض، من زوج بنته، رجل فرضي كبير يقوم يسمونه فرض المدينة، كان والده عالم من علماء الهند. وجالست فترة لوحدي وأطلب منه يتصل عن الشيخ بن باز بعض الأشياء. الشيخ كان في الهند، والده عالم شيخ. يقول عن والده، يقول كان والدي يحفظ ألفية مالك حفظا متقنا جيد،
إتقان تام، وهي ألف بيت منظومة صعبة جدا معقدة، فيقول من شدة حفظه الألفية يقرأها من البيت رقم ألف إلى البيت رقم واحد، يقرأها بالعكس. والد الشيخ عبد الصمد فأتى إلى المملكة وكلم الشيخ عبد الرحمن الأفريقي، وهذا الشيخ المشايخ السلفيين في المدينة، وكان على مدرسة اسمها دار الحديث، فقال سيأتيك ابن عبد الصمد أرجو العناية به وادرس عنده. فجاي الشيخ عبد الصمد كان صغير يقول شعر ما في وجه، نزلت يقول في باخرة على جدة ثم إلى حافلة، جيت المسجد النبوي وجدت مكتوب دار الحديث، عرفت أن الشيخ هنا الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. يقول فصليت في المسجد ثم أتيت إليه، فلما رآني سلمت عليه قال عبد الصمد قبل أتكلم؟ قلت نعم. قال عرفتك من شبه أبيك. قال وعنده عناية بالطلاب ما رأت عيني أكرم منه قط. الشيخ عبد الرحمن الأفريقي شيخ السلفيين الكبار كلهم اللي بالمدينة، قال ما رأت عيني قط أكرم منه إلا الشيخ بن باز. الشيخ بن باز عنده كرم يعني عجز الناس رحمة الله عليه. المهم يقول أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما كف بصره كان يشتغل مع أخيه دلال إبل، أخوه أكبر منه، قال يا عزيز ما تصلح أنت الحين للإبل، رح الحق بن إبراهيم. يقول أن والدته والد الشيخ بن باز بكت، قالت من يأخذ عزيز من إيده يوديه المسجد؟ ورجع. يقول دار الزمان أصبح الناس من يتشرف يمسك الشيخ بن باز من إيده يروح فيه إلى المسجد. قلت الله أعلم أن بعضكم خاصة من لم يرى الشيخ بن باز يقول يا ليتني أرى في المنام نومها كوانا نايم من يماسك الشيخ بن باز ورايح في ليل المسجد. شوف رفعه الله عز وجل بالعلم والتقوى، نحسبه الله حسيب. يقول الشيخ عبد الصمد درست في الرياض في المعهد العلمي، وكان يدرسنا الشيخ عبد العزيز بن باز وكان عمره 33 سنة شباب، والشيخ عبد الصمد يقول كان عمري 18 سنة ومدرسنا الشيخ بن باز، وكان طبعا ذاك الوقت على عهد الملك سعود رحمه الله. يقول أن الشيخ كتب نصيحة للديوان الملكي عن موضوع الرسوم اللي هي يسمونها المكوس أو الضرائب، كان فيه شيء من يعني فرض الحكومة على بعض الشركات أو كذا، فكتب نصيحة ألا يفرض على الشركات هذه الضرائب، فجاء الرد قاسيا على الشيخ، كتب هكذا باللهجة العامية تخسى يا الأعمى لو قطعنا راتبك ما درست يوم، يعني أنه يقصد أن الدولة محتاجة إلى هذه المداخيل حتى تغطي الرواتب. فالشيخ صار عنده ردة فعل، كتب كتاب آخر أغناني الله عن مال الدولة وسأعمل من غير راتب، وأرسله إلى الديوان الملكي. قال وأخذ الشيخ يدرس، واشتهر الأمر أن الشيخ ما يأخذ راتب، وكان الشيخ كان محبوبا حتى في أيام شباب. يقول فسمع بعض التجار، سمى منهم قال واحد اسمه الراجحي وآخر اسمه السبيعي عندهم صيرفة وكذا أموال، أتوا للشيخ قال يا شيخ هذه أموالنا خذ ما شئت ودع ما شئت، وكان الشيخ ذاك الوقت شباب، ومع ذاك الشيخ قال عندي ما يكفيني جزاكم الله خير، وأخذ يدرس بلا راتب. سافر الملك، رجع الملك، استقبله العلماء مشايخ، الشيخ ما يذهب، حتى يعني استخبر الملك بأن الشيخ في نفسه شيء. يقول كنا احنا في الفصل، الشيخ عبد الصمد يقول كنا في الفصل فأتى سائق الشيخ بن إبراهيم رحمة الله عليه إلى الشيخ بن عزيز رحمة الله عليه، قال الشيخ إبراهيم بالسيارة طالب. قال الشيخ يا عيال خلكم مكان، ومن ضمن الطلاب من؟ الشيخ عبد الصمد، هو حدثني بالقصة. قال الشيخ إبراهيم طالبني وراح أرجع لكم خليكم. وراح الشيخ تقريبا ساعة إلا ربع ورجع. يا شيخ قال قصة كذا كذا، كتبت للملك سعود ورد عليه الرد كذا وأنا ما أخذ راتب وصار. يقول أنا ما عدت أروح للملك ولا استقبلته لما رجع من السفر. يقول فجاني ابن إبراهيم، وأنتم تدرون يا عيال ابن إبراهيم أبو الكل، ما قدرت أرده. يقول الشيخ بن باز يقول فأخذني إلى الملك سعود. يقول فلما وصلنا القصر وإلا الملك سعود خارج القصر يستقبلنا في السيارة. يقول فسلم على راسي واعتذر مني وأقسم بالله أني ما سمعت بهذا الكتاب الذي أرسلت به ولا بالرد الذي جاء. أقول وعذرته وجيتكم وقصيت لكم ما حدث رحمه الله تعالى.